الطاعات يا أخوان تستجلب الرحمة، ويدرك الإنسان بالطاعة رحمة عظيمة قد لا يشعر بها من لا يتقن العبادة. فكلما أتقنت العبادة وجدت من الرحمات والعطايا والهبات ما لا يمكن أن يدركه بيان وصفا وشرحا. سماع القرآن وهو عبادة من العبادات، يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن إيش؟ فاستمعوا له وأنصتوا إيش؟ لعلكم ترحمون. كذلك إذا وقفت أنت في صلاتك بين يدي ربك فأنت تتنزل عليك رحمات من الله عز وجل. كل طاعة يقبل عليها العبد يدرك بها من الرحمات بقدر إتقانه لها وإخلاصه فيها ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وجريه على سنته. كل عبادة، صوم، صلاة، زكاة، حج، بر الوالدين، إحسان إلى الخلق، كله يستدرك به الإنسان خيرات وتتنزل به عليه رحمات تشرح صدره وتتولى قضاء حاجته. هذه الرحمات والفيوض التي يفيض الله تعالى بها على عباده شيء لا يوصف، لا يوصف ولا يمكن أن يحصل إلا بطاعة الله عز وجل، ولا ثمن لها يبذل فتحصل إلا صدق النية وإخلاص العمل لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم.